بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اسئلتنا على التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. السؤال اللي عليه الدور بيقول: مر تيار كهربي شدته 8 ملي امبير، وخد بالك من الوحده ملي امبير، في سلك معدني رفيع اسمه ا ب، وعندما وصل معه على التوازي سلك اخر له نفس الطول ومن نفس الماده، لازم زياده شده التيار في الدايره الى 10 ملي امبير حتى يظل فرق الجهد بين ا وب ثابت، اوجد النسبه بين قطري السلكين. هنا يا جماعه بيربط اكتر من قانون ببعض، ممكن يربط لك قانون اوم مع قانون المقاومه النوعيه، ممكن يربط لك قانون الدوائر المغلقه مع قانون اوم، ممكن يربط لك قانون الدوائر المغلقه مع قانون المقاومه النوعيه، قانون اوم للدوائر المغلقه اللي احنا لسه هنعمله ان شاء الله، خلاص؟ فالمقصد هنا ان انت تبقى عارف القوانين وعارف ازاي توظف القانون في قلب المساله، مين القانون اللي هينفع تستخدمه في قلب المساله. تعالوا نبص كده على المعطيات الموجوده عندي في المساله. مبدئيا انا معطى عندي بيقول ان انا في عندي سلك، ادي سلك اسمه ا وب، وطبعا بيقول لك السلك ده رفيع بيمر فيه تيار قيمته 8 ملي امبير، وبعد كده بيقول لك وصل معه على التوازي سلك اخر من نفس المعدن، يبقى انا هجيب الالف ب اهو تاني، ادي الف وادي ب، وهوصل معاه سلك كمان، يبقى ده سلك وده برضه سلك، بس دلوقتي السلك الثاني متصل معاه على التوازي. بيقول لك لازم زياده شده التيار الكهربي في الدايره كلها. هنا يا جماعه لو انا حاطط مثلا بطاريه مع السلك ده، وخد بالكم السلك ده يعني له مقاومه، خلاص؟ لو انا حاطط بطاريه التيار هيمشي في السلك ده في المقاومه اللي هي وليكن اسمها ار واحد، يبقى ار واحد، وهنا بقى هيبقى له مقاومه ثانيه اسمها ار اثنين. لما يجي يقول لك بقى لازم زياده شده التيار الكهربي في الدايره، يعني التيار اللي هنا مش التيار اللي هنا ولا اللي هنا، في الدايره يعني في الدايره كلها مش في فرع من الفروع، بيقول لك لازم شده التيار ليصل الى 10 ملي امبير، يبقى هنا 10 ملي امبير. طب وهنا كان ماشي كام؟ 8 ملي امبير. طيب بيقول لك ايه؟ فرق الجهد ما بين النقطتين دولت، فرق الجهد ثابت، يعني البي ثابت هنا هو نفسه هنا. اوجد النسبة بين قطري السلكين. طيب مبدئيا تعالوا نشوف احنا ممكن نمشي ازاي في المسألة دي. احنا عندنا الدايرة الأولانية اللي هي الدايرة اللي قدامي دي، الدايرة دي فيها ايه؟ فيها فولت وفيها مقاومة وفيها تيار. طيب المقاومة اللي هي هسميها ار واحد بتساوي ال في على الاي طبقا لقانون اوم. يبقى ار واحد هتساوي، طبعا هنا في على اي واحد. طب ليه انا كتبت في ما كتبتش في واحد؟ ما هو قال لك ان فرق الجهد ثابت ما اتغيرش، فسيبه في زي ما هو. خلاص؟ يبقى بتساوي في على اي واحد، طب الفي هسيبها زي ما هي لانها مش معلومه القيمه، والاي واحد عباره عن 8 ملي امبير، وانا كتبت الملي امبير وسبتها. طب تعالوا نكمل يا جماعه شغلنا الجديد هنا. انا دلوقتي بقول لك ان فرق الجهد ما بين الطرفين دولت اسمه في. طيب المقاومه الكليه للاثنين دولت مش محتاجها دلوقتي يا جماعه، عشان ما فيش حد اول ما يلاقي حاجتين متصلتين على التوازي او التوالي يقوم جاي جايب المقاومه الكليه. احنا دلوقتي عايزين نحسب ايه؟ نحسب النسبه ما بين ار2 الى ار1. ليه؟ علشان هستخدم النسبه ديت في حساب او معرفه النسبه بين الاقطار او انصاف الاقطار. طب انا دلوقتي عندي هنا 10 ملي امبير، وعندي هنا مقاومه اسمها ار1، والمقاومه ديت المفروض هيمشي فيها تيار وديت هيمشي فيها تيار. السؤال هنا التيار اللي هيمشي هنا قيمته كام؟ هو اولا في بدايه المساله كان قيمته 8 ملي امبير، هل لما اوصل ار2 هيفضل قيمته 8 ملي امبير؟ اللي فاهم المساله او فهم الحته اللي في المساله هيقول لك اه هيفضل 8 ملي امبير، التيار هنا هيفضل 8 ملي امبير. وهنا السؤال عن ليه يعني؟ ليه هنا التيار هيفضل 8 ملي امبير؟ ما هو قال لك ان فرق الجهد هيفضل ثابت. طب هي المقاومة ار واحد اتغيرت؟ يعني هنا كانت قيمتها مثلا 5 اوم وهنا بقت قيمتها 10 اوم، ما هي لسه زي ما هي اسمها ار واحد. يبقى انا الجهد ثابت والمقاومة ثابتة، يبقى التيار هيحصل له ايه؟ هيفضل ثابت، ما هو التيار بيساوي في على ار. لما دي ثابتة ما اتغيرتش ودي ثابتة ما اتغيرتش، هل التيار هيتغير؟ لا، هيفضل زي ما هو 8 ملي امبير. طيب لما يمشي هنا 8 ملي امبير يبقى هنا ماشي كام؟ هنا هيبقى ماشي 2 ملي امبير. اشمعنى؟ لان انا هنا عندي 10، ال 10 تيجي بتتوزع فوق وتحت، اتوزع فوق 8 دي انا جبتها، يبقى هيتبقى تحت كام؟ 2 ملي امبير. طب تعالوا نكمل شغلنا. يبقى ار 2 بتساوي فرق الجهد ما بين النقطتين وهو ثابت وقيمته في على التيار اللي ماشي فيها. طب التيار اللي ماشي فيها هيساوي كام؟ هنيجي نقول له كده ان ار 2
هتساوي ال V على 2 ملي أمبير. تعالوا بقى نحسب النسبة ما بين R2 إلى R1. نحسب النسبة ما بين R2 على R1. R2 قيمتها اهي V على 2 ملي أمبير. هضرب وأشقلب، أشقلب ده 8 ملي أمبير على ال V. طبعًا من ضمن المسألة عندي ال V هيطير مع ال V، الملي أمبير هيطير مع الملي أمبير، يبقى أنا هنا ما كنتش محتاج أحول وحدات لأن في ملي أمبير فوق وملي أمبير تحت. لو انت ضربت في 10 اس سالب 3 عشان تحول لامبير يبقى هتضرب تحت في 10 اس سالب 3 عشان تحول لامبير، فهيطيروا مع بعض برضه. خلاص؟ هنا هيطبع لي هنا على 2 فيها الواحد على 2 فيها الاربعه، يبقى R2 على R1 الكلام ده بيساوي 4. واخد دي كده في مربع واكمل بقيه الحل بتاعي. هو في المساله طالب النسبه بين قطري السلكين. طب هو في المساله بيديك معلومه ثانيه ولا حاجه؟ نبص كده نقرا المساله من الاول ثاني نقدر نستنتج حاجه. قال لك مرة غيرت كهربا شديته 8 ملي أمبير في سلك معدني رفيع وعندما وصل معه على التوازي سلك آخر نفس الطول ونفس المعدن. يعني إيه نفس المعدن؟ يعني نفس المقاومة النوعية. طب قانون المقاومة النوعية كان بيقول إيه؟ رو إي أو بلاش رو إي، آر بتساوي رو إي في إل على إيه؟ ومنه استنتج رو إي هتساوي آر في إيه؟ على إل. طب تعالوا نحل يا جماعة. يبقى رو اي واحد هتساوي رو اي اتنين لان نفس المعدن، يبقى ار واحد اي واحد على ال واحد بتساوي ار اتنين اي اتنين على ال اتنين. طب ايه اللي هيحصل للطول؟ هيطير مع بعض. اشمعنى؟ الاتنين نفس الطول، وتعمل كده وتقول ايه؟ ال واحد بتساوي ال اتنين بين قوسين كده نفس الطول. ده اللي انت بتكتبه في الامتحان علشان تضمن درجاتك. خلاص؟ يبقى ار واحد اي واحد بتساوي ار اتنين اي اتنين. طيب هاجي ابص كده انا عايز مين؟ اي اتنين على اي واحد. اي اتنين على اي واحد هتساوي اي اتنين على اي واحد. هاخد دي في المقام هنا واخد دي في المقام هنا، هتساوي ار واحد على ار اتنين. يعني بتساوي كام؟ ار واحد على ار اتنين هنشقلب دي بقى، يبقى هتساوي ربع. بس انا كده جبت النسبه بين المساحات، هو عايز ايه؟ اوجد النسبه بين قطري السلكين. يبقى هشيل المساحه واكتبها بدلاله نصف القطر. يبقى هاجي اقول له كده باي ار واحد تربيع على باي ار واحد تربيع بتساوي ربع. الباي هيطير مع الباي، وبعدين هاخد الجذر التربيعي للطرفين، هيبقى ار واحد هنا طبعا ار اتنين على ار اتنين هتساوي الجذر التربيعي لواحد على اربعه. طب انا كده جبت النسبة بين انصاف الاقطار، وهو عايز النسبة بين القطرين. ما هي النسبة بين نصف القطر هي نفسها النسبة بين الاقطار. ليه؟ لان انا لو عايز القطر بتاع ده هضرب في 2 عشان اجيب القطر، واضرب هنا في 2 عشان اجيب القطر. فهي نسبة انصاف الاقطار هي نفسها نسبة مين؟ نسبة الاقطار. يبقى انا هقول له كده ار واحد على ار اتنين بتساوي جذر ربع، ونقول كده نسبة نصف او انصاف الاقطار هي نفسها نسبة الأقطار. إذا القطر واحد على القطر اتنين، لا أنا كده قلت يا جماعة هنا اتنين يبقى هنا ار اتنين وتحت ار واحد، ار اتنين وتحت ار واحد، يبقى القطر اتنين على القطر واحد بيساوي جذر واحد على أربعة بتساوي طبعا جذر الأربعة. جذر الواحد كام يا جماعة؟ جذر الواحد بواحد، وبعدين يعني هتساوي واحد على اتنين لأن جذر الأربعة باتنين، يبقى القطر اتنين على القطر واحد بتساوي نص. يبقى انا كده خلصت حل المساله بتاعتي